الحقيقة بموجب المعلومات الإضافية اللي احنا عرفناها بسبب العيد القومي للجيزة مع معلومة حلقتنا اللي احنا سجلناها في الهرم قبل المؤتمر الصحفي اللي عامله للمحافظ، نقدر نجمع الاتنين مع بعض ونقول بمناسبة ذكرى وضع حجر الأساس لهرم خوفو نقدم لكم يوم الأربعاء حلقة من سفح الهرم، يعني على أساس أن المعلومات بتتجمع. في مشروع بديع بتقوم به جمعية أصدقاء الأطفال المرضى. الحقيقة هم اكتشفوا أنه بالذات الأطفال اللي بيعانوا من الأورام الخبيثة بيبقى جزء أساسي من علاجهم هو الجزء النفسي، فقرروا يعملوا واحة للأطفال المصابين بهذه الأمراض العضال المؤلمة. الجميل في الفكرة طبعا هي قائمة على المتطوعين اللي بيشتغلوا فيها، متطوعين واللي بيصرفوا عليها كمان شركات وهيئات خاصة. أحلى ما في الموضوع أن هم قرروا أن كل طفل من الأطفال محدودي الدخل إذا كان ربنا ابتلاه وابتلى أسرته بهذا المرض وبيتلقى العلاج المؤلم وإذا كان المرض مؤلم فعلاج هذا المرض أيضا مؤلم، فيبقى من حقه أن يجي يقعد أسبوعين مع والدته ومع اثنين أو ثلاثة من إخواته الصغيرين عشان ما يحرموش الأسرة من بعضها. إقامة مجانية، هم لسه بيأسسوا الواحة وبيلونوها وبيزخرفوها وبيزركشوها عشان لما الأطفال تبتدي تدخل تلاقي واحة وبحق لهم ولأسرهم. البيئة الطبيعية، بهجة الألوان، بساطة المعمار اجتمعت في مكان واحد لهدف واحد هو منح الصحة والإنعاش لمن يحتاج. فأهلا بك في واحة الصحة والأمل، أول مركز استشفاء وتدعيم نفسي للأطفال المرضى بالسرطان وأسرهم. ففي وادي النطرون وعلى مساحة 10 أبدنة أنشأت جمعية أصدقاء الأطفال المرضى بالسرطان في يناير 2009 واحة الصحة والأمل، انطلاقا من مبدأ أن العلاج وحده لا يكفي، حيث يهدف المركز إلى تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لمرضى السرطان من خلال توفير بيئة صحية سليمة تساعدهم على اجتياز مرحلة العلاج المرهقة. فكرة واحة الصحة والأمل إن هو أنا بأنشئ المكان ده زي دار للنقاهة، بستضيف فيه الطفل المريض بين فترة العلاج والتاني، يعني هو بيقولوا له روح البيت وتعالى خد الجرعة التانية، قد ما لا يعود لأسباب كتيرة، وساعات بيرجع بس ما بيكونش إن هو قادر على تلقي العلاج علشان ضعيف والتغذية بتاعته مش سليمة. فإحنا عاملين واحة الصحة والأمل على 10 أفدنة بيحيط بيها 40 فدان تانيين هيكونوا مصدر للغذاء للأطفال مرضى السرطان. طبعا هيبقى عن طريق تنسيق بيننا وبين الأطباء المعالجين، الطبيب اللي بيشوف ان حالة الطفل محتاج الخدمة بتاعتنا هيحوله علينا طول فترة علاجه طول فترة العلاج الكيميائي. تشمل واحة الصحة والأمل 32 وحدة سكن للأطفال وأسرهم وأربع وحدات أنشطة متعددة، كما يوفر المركز الإقامة المجانية لمدة أسبوعين للأطفال من الأسر المحدودة الدخل. احنا بنين المزرعة بطريقة ان هي يعني تحتوي الأسرة مش الطفل المريض فقط، لكن بنينها ان كل وحدة بنقولها وحدة سكن الأطفال مع أسرهم تتكون من أوضة وصالة بحيث ان هي تتسع لأربع أو خمس أشخاص ممكن يستخدموها، سواء الطفل المريض مع والدته وعندها طفلين صغيرين تاني. وعند التجوال في أنحاء الواحة ستجد الشباب المتطوعين يعملون في أرجاء المكان بهمة ونشاط استعداداً لاستقبال المرضى. احنا النهاردة جايبينهم علشان نحاول ان احنا نزرع فيهم حتة ان هم يساعدوا غيرهم وان هم يشتغلوا شغل تنمية في المجتمع، بحيث ان هم لما يرجعوا مجتمعهم يقدروا ان هم ينموا مجتمعهم كمان. لونوا البيوت عشان اخواتنا تتبسط. ايوه عايزة اساعدهم عشان هم يخافوا. واحة الصحة والأمل بادرة طيبة لتخفيف معاناة طفل مريض السرطان، ولكنها تحتاج إلى دعم كل من يستطيع المساعدة حتى تكتمل مراحل المشروع والتي تصل تكلفتها إلى حوالي 30 مليون جنيه. مروة عامر، 10 مساءً.